Good morning, my dear students. How are you? كيف حالكم يا ثامن؟ شو أخباركم؟ We will talk about new rule page number 77 adverbs of frequency. إن ظروف التكرار يا ثامن. Please pay attention and focus, please. Adverbs of indefinite frequency. Okay, في عنا هنا شو هم أول إشي الأدفيربس؟ شو هم الظروف التكرار؟ شو هم عبارة عن always؟ طبعا في عنا indefinite وفي عنا different. في ظروف تكرار معروفة وفي ظروف تكرار نكرة غير معروفة. Adverbs of indefinite frequency عنا always هي 100% نسبة احتماليتها 100%، usually 90%, 80%, 70% frequently, 60% often, 50% sometimes, 40% occasionally, 20% rarely, unfrequently, 10% seldom, 0% never. Never طبعا هون ايش بدكم تحفظوهم بس موضوع الحفظ. اوكي، ياتي موقع الظروف المتكررة قبل الفعل وبعد الفاعل. موقع الظرف المتكرر يعني زي always, usually, frequently, often, sometimes، هذول كلهم بيجوا وين؟ بين الفعل والفاعل، وهي بعد الفاعل وقبل الفعل. For example, I always wake up at 6 o'clock. أنا دائما بستيقظ الساعة 6 بالضبط. طب لما نحكي always wake up يعني دائما، إذا كل يوم بستيقظ على نفس الوقت، كل يوم كل يوم every day. أوكي، ولاحظ موقع إن ال always وين جاية؟ وين موقعها؟ بعد الفاعل وقبل الفعل. I usually come home after work. برضه نفس الإشي، usually كم نسبة احتماليتها؟ 90% or 80%. أوكي، إذا هنا usually انتبهوا على موقعها كمان إنه هي بين الفاعل والفعل. I often spend Christmas with friends. غالبا بقضي الكريسماس مع أصدقاء. إذا هنا شو بحكي؟ إنه often غالبا، إذا خلص نعرف إنه هي نسبة احتماليتها 60%. أوكي، yes I sometimes play tennis on the weekend. أحيانا بلعب التنس on the weekend. نسبة احتمالية 50% يعني once a week، مرة واحدة بالأسبوع. four times a month. أربع مرات في الشهر. ماشي، إذا sometimes نسبة احتماليتها 50%. Yes. An adverb of frequency tell us how often something takes place. نسأل عن ظروف التكرار ب how often، كم مرة. How often، كم مرة. أوكي، عندنا هنا انتبهوا لهذا الجدول كثير منيح. اوكي، عندنا how often. I want to know the frequency. بدنا نعرف شو ايش التكرار. Example, how often do you brush your teeth؟ كم مرة بتفرشي اسنانك؟ كم مرة تفرشي اسنانك؟ طبعا هذا السؤال اللي احنا بنسأل عنه باستخدام how often. احنا كيف نسأل عن ظروف التكرار باستخدام how often؟ طيب، إذا خلينا نشوف كيف. How often do you brush your teeth؟ كم مرة بتفرش أسنانك؟ لاحظوا إنه تركيبة ال how often كيف. أول إشي إجي عند how often سؤال، ذات سؤال، بعدين do أو does، بعدين subject، بعدين verb one، بعدين بكمل. هاي كتبت لكم إياه هون الفورم الشكل. طيب الآن أنا بدي أجاوب صح؟ فشو بحكي؟ once a day يعني مرة واحدة باليوم، twice يعني مرتين. مش نحكي one time two times، no no، بدنا نحكي once a day twice a week
three times a month, four times a year. اوكي هيك بدنا نجاوب، او بدنا نجاوب daily يومي هي، weekly اسبوعيا، monthly شهريا، annually سنويا، او بنحكي every two days، every three day، every three weeks، every four months، او every day، every week، every month. اوكي في هون ملاحظة صغيرة، ما بصير احكي one time، لا لازم احكي once، هي عبارة عن واحد اللي هي ايش، مرة واحدة، twice اللي هي مرتين، هاي هي الصح، ما بصير احكي two times، لا يجوز. اوكي she visited the dentist twice a year، حلو، هي تزور الطبيب الأسنان كل، أو هي تزور طبيب الأسنان مرتين بالسنة، twice a year. He goes to the gym three times a week. طيب خلينا نشوف التحت كيف بنكون السؤال على how often. أول إشي بيكون عندي how often، كم مرة معناها، بعدين do does حسب الفاعل، إذا الفاعل مفرد يعني هي وشي وات باخذ does، إذا الفعل جمع زي I we she I sorry they we okay you باخذوا do، بعدين verb one مثل طلعوا كيف، how often حطنا does she visit the dentist، نفس هاي الأولى الجملة عملتها سؤال، كم مرة هي تزور طبيب الأسنان، أنا عندي جواب she visits، هي تزور طبيب الأسنان twice a year، مرتين بالسنة. How often does he go to the gym؟ كم مرة إنه كم مرة هو بذهب إلى الجيم، النادي الرياضي؟ Yes he goes to the gym three times a week، هو بذهب إلى الجيم ثلاث مرات في الأسبوع. خلينا نكمل. I always read a book، أنا دائما بقرأ كتاب. طب لاحظ إنه always نسبة احتماليتها 100% 100%. إذا هون بنطلع سكيدجول هون الجدول، إنه كله فول عنده، كل الأيام بعملها. طيب مثلا نرجع لكلمة usually اللي هي معناها إيش، عادة. طيب شو هو عبارة، جيري usually listen to music، يعني جيري بسمع يوم Monday Tuesday Thursday Friday Saturday، كل الأيام ما عدا أحد ما بسمع. إذا هون نسبة اعتمادتها 90% or 80%. Yes I sometimes play basketball، أحيانا بلعب basketball، طبعا هون أحيانا خلاص يعني once a week or four times a month. Okay يعني مرة واحدة بالشهر أو أربع مرات، سوري مرة واحدة بالأسبوع أربع مرات بالشهر، هاي sometimes بنسبة احتماليتها 50% 50%. يجي على نيفر، نيفر اللي هي ابدا يعني ولا بيعمل اشي يعني سكيدجول نهائيا. I never go fishing يعني يعني ابدا ما بذهب للصيد ابدا. طيب I play the xylophone five times a week، طيب عندنا هنا بلعب على الاكسيليفون اللي هو الاكسيليفون اللي هو 5 times a week، خمس مرات في الاسبوع. نشوف سكيدجول البرنامج انه نشوف لحظة انه فعلا خمس مرات في الاسبوع يعني. اوكي يعني هنا ممكن يكون نسبة احتمالية 80% اوكي اللي هي usually او 90%. Cross out the adverb in wrong place. Cross out يعني شطب أو اقطع الظرف اللي الخطأ في المكان الخطأ، يعني في الظرف في المكان الخطأ. تمام يلا. My friend and I never walk never to school. طبعا never الأولى صح موقعها، never الثانية خطأ، فبنكتب عندنا خطأ. My mother rarely drives rarely to work. برضو هون rarely الثانية خطأ. We always okay reuse always all paper at home.
إذن always الثانية. My father every week goes to the shopping every week. طبعا every week بتجي بآخر الجملة اللي هما every day, every week, every month, كل هذول twice, two times, كل بيجوا آخر الجملة. فهون الأولى خطأ. علي and أحمد sometimes are sometimes, خطأ الثانية مش تطب عليها. They occasionally play volleyball, occasionally الثانية خطأ. Right, correct adverb frequency. I for eat dinner at 5 o'clock. 100% 100% خلاص نحط شو الظرف المناسب له اللي هي always. تمام. They فراغ read novels إن نسبة الاحتمالية 40% خلاص occasionally. طبعا هيك بكون احنا حافظينها. طيب نشوف هنا 0% خلاص never اللي هي never نحط. سير he never washes his car وأبدا ما بغسل سيارته. Sam and Jack drive fast. طبعا 10% هون عنا 10% seldom اللي هو نادرا. I usually sleep early 80% اللي هي usually. فادي فراغ play basketball طبعا 60% حاطين خلص مستخدم often. وهي هي قاعدتنا يا ثامن. يعطيكم ألف عافية. بتمنى أنكم تكتبوه مع الدفتر حتى لوقت الامتحان يكون الوضع عليكم سهل. يعطيكم ألف عافية.